استاذ انياس، لما تقوموا بهيك نشاط معين، لما تساعدوا جمعيه معينه لتأدي الدور بالمجتمع، دور يعني سامي بالمجتمع اللي هو مساعده مثلا النساء، كيف ترجعوا تقيموا المشروع؟ تقييم المشروع نحن عادة بنقول شغلة، مش بالمهم تسلم المشروع، المهم تتابع المشروع. صحيح. لأنه بالماضي كان الروتري يقول سلم المشروع وشيل أي مسؤولية عنك. اليوم في اختلاف معين. اليوم في اختلاف، لأنه تبين أنه في كتير مشاريع سلمت وبالآخر ماتت. وقفت. فنحن اليوم بنسلم المشروع لجمعية، بس نحن كل سنة بنضل على متابعة مع هالجمعية حتى نشوف شو. والأحلى من هيك أنه بس يصير في ثقة بينك وبين جمعية، ما بتشتغل على مشروع، بتصير تشتغل تقريبا سنويا، بيصير عندك مشاريع معهم، لانه اذا كانوا عم بيحافظوا على المشروع بيشتغلوا عليه بالطريقه الصحيحه. شو المشاريع الجديده اللي حطلوا عبر السنه؟ هلا السنه نحن مثل ما قلنا انه نحن هلا بحاله الانتقال، يعني هلا حيستلم باخر هالشهر، بيستلم الرئيس كل الانديه، بتغير 33,000 نادي بالروتري بالعالم بيغيروا رؤسائهم، رئيس الروتري الدولي بيتغير، المحافظين بيتغيروا، فاذا كله هلا نحن بمبدا تغيير. اكيد في نشاطات كثير. قديش تغيير بيطال الانظمه، قديش تغيير بيطال النظم المعتمده داخل الانديه؟ يعني لما يتغير الرئيس قديش بيكون في امكانيه التغيير؟ لا. يعني لما او بيكون في تغيير على صعيد النشاطات، على صعيد الرؤيه السنويه؟ لا، ما نحن عندنا شيء بنسميه في اشياء ثابته، مش ثابته، عندنا مثل بلان محطوط على 3 سنين، مخطط لثلاث سنين معمول بين الرئيس الحالي، بما انه قلت لك سنة عم بقول لك انه في عندنا رئيسين معروفين اوريدي، فاذا بيقعدوا مع بعضهم عم بيكون في تشاور، بيكون في تشاور بين بعضهم حتى يضل في متابعه، لانه ما فيك انا اليوم اوصل واقطع لك كل الواحد، لا بالعكس احنا في متابعه، وهذا بنسميه نحن مخطط توجيهي لفتره 3 سنين، لازم يضل موجود بكل نادي عم بيضل يتابع بهالمواضيع كلها. مع الرئيس الجديد شو رح تكون النشاطات الجديده؟ مع الرئيس الجديد عندنا مشروع على شواطئ بيروت، نأمن للشواطئ بيروت، تنظيف لشواطئ بيروت، عندنا مشروع بيئي، هذا بيكون بتصور رح اعلن عنه لاول مره حدا بيعرف فيه. نعم. نحن بتواصل اليوم مع أندية اللاينز حتى نعمل مشروع مشترك بين الروتري واللاينز، لاول مره بتكون صارت عندنا بلبنان، عم نشارك على مشروع بيئي كبير على صعيد كل لبنان، حتى يمكن نعمل يوم بيئي كامل، واكيد يوم متى حنكون عوز دعمكم ودعم التلفزيون. لما تتواصل أندية مع بعضها، ما تتواصل جمعيات بهذا المستوى مع بعضها، كيف بيتم التواصل؟ كيف بيتم التنسيق؟ قديش مفروض يكون في تنظيم معين؟ اكيد هي كلها مبنيه على اشخاص. ولما بتوجد الشخص المناسب بالفريق الثاني اللي حابب يفتح وانت حابب تفتح، قادر تعمل اي تواصل. نحن صعبنا السنه القادمه انه المحافظ اللاينز في صداقه، هو حاكم بيقولوا باللاينز، في صداقه معه، عندنا هني دايركتور مدير سابق بالروتري الدولي اللي هو الاستاذ سليم وسام، في كمان صداقه من خلال علاقات معينه، يعني علاقات اجتماعيه بين اشخاص معينه، تم التعاون. بدانا باول اجتماع من ثلاث ايام كان عندنا اول اجتماع لقاء حتى نبلش نحضر، ان شاء الله بتطلع شغله كثير حلوه على صعيد لبنان ككل. استاذ ايناس، في بعض المشاريع اللي بتقوم فيها بعض الجمعيات، بعض الانديه اللي بتكون هي مسبقا حدا ثاني مبلش فيها، مثلا انتم اليوم عندكم عم تقول لي في نشاط جديد رح تطلعوا عبره، وهو تنظيف الشواطئ اللبنانيه، ونحن بنعرف يعني حمله الازرق الكبير، الحمله السنويه اللي بتقوم فيها جمعيه الازرق الكبير هلا اليوم، كيف معقول عم نتعامل معهم؟ هذا اللي بدي اساله، انه قديش اهميه هون تتعاونوا مش تبلشوا من جديد؟ لا، في ناس بيكون عندها خبره بالموضوع. هو العرض نحن مشروعنا حيكون لالهم، يعني العرض من مجموعه من الناس انه في مشروع هيك اني بحاجه على شواطئ بيروت لاشياء، نحن اخذنا الدراسه منهم وحنتعاون نحن وياهم بالمشروع، نحن بنتعاون مع كل الافرقاء، نحن مستعدين نخدم مع وين ما فينا بلبنان، ما عندنا اي تاخير لهالقصص. غير النشاطات البيئية، يعني من الشط اللبناني لا اليوم البيئي، نشاطات تانية أكيد كل نادي عنده نشاطه الخاص فيه، هو كل نادي عنده نشاطات عامة ماشي أساسا. نحن ولا زلنا على المكافح على قصة شلل الأطفال، ما زلنا عم نتابع مشروع المي بالمدارس، كل المدارس قاعدين على عاطقنا هالموضوع، في عنا عدة مشاريع بخصوص المخدرات. نعم. في لانه انعرض علينا مشروع كمان من جمعيه المنتر اللي هي تابعه للامير طلال، عرضوا علينا مشروع حتى نقدر ننفذ نحويهم بمشروع محاربه المخدرات، في عده ايجابيات، يعني في مجموعه من النشاطات رح تطلعوا عبرها. يعني مجددا انا بتمنى لكم التوفيق بكافه النشاطات. استاذ انياس معوض، محافظ سابق لانديه الروتاري، اهلا وسهلا. شكرا.